عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف نقاش ساخن من بن شيخ، ويقول عن الفرق بين كرة القدم المحترفة والكرة الفيضوية. تعالوا مع بعض نشوف هذا النقاش الساخن وتصريحات بن شيخ. أتمنى من الجميع أنكم تخلوا الفيديو 50 لايك. تعالوا نسمع ماذا يقول. فضلا وليس أمرا، ديروا اللايك والاشتراك أخواتي، وشكرا. في حقه 100%. الفوتبول تاع لي فوتبالور ماشي تاع لي لوبي ولي كلانيزم ولي سكت ومانيش عارف واش. لي فوتبالور ويبداو البريوريتي سي لي زانترناسيونو اللي يلعبوا في المستوى واللي يحبوا المهنه هذيك، اللي يحب يولي مدرب واللي يحب يولي كدا. صح الفوتبول يولي لي فوتبالور. حنا شوف غير يجي اونترينور من الاوروب مدرب هذا ولا غير c'est un entraîneur qui met l'ancien joueur. هذا دار لي ديبلوم، هذا دار ديبلوم، هذا لعب في بلاده في لا بلجيك ولا في فرنسا ولا، وهذا لعب في الجزائر كان في لو نيفو. seulement ils ne veulent pas d'entraîneur algérien اللي لعب في المستوى وسيرتو اللي عنده الشخصيه تاعو. tout le monde connaît la raison pourquoi. tout le monde على بالهم علاش. وسيرتا اللي يتحطوا باسكو سي شغل بورتمونتو. انا هذوك يحطوهم شي ناس اللي حكموا الفوتبول، باسكو انت قلت بار جماعه حكموا الفوتبول، ماشي كاين واحد تروا بتات سكت ولا سميها كيما حبيت اللي هم حاكمين الفوتبول هذا. اللوبي يعني هما اللي هم حاكمين الفوتبول، نحيه منا دخلوا منا حطوا ليها ويدور ليها في الكلوب منا وكذا ويا رايحه سي كوم سا. وين ولا حق الفوتبول؟ هادي عن طريق هي عنده الحق. مي علاش حنا ما نكوبيوش على الجميع اللي الاول؟ لا لوجيك هي انه اللاعبين السابقين واللي عندهم تانيك دي ديبلوم، لانه هضره زوج وما عندهمش ديبلوم، ما عندهم لي ديبلوم، على ماشي هما اللي محاكمين مختلف الفئات الشبانيه تاع المنتخبات الوطنيه، بدليل اننا اقصينا في كل شيء. اليوم رانا يعني امام هذه الحقيقه المره، كل الفئات الشبانيه اقصيت، حتى في الكاس العربيه وجدنا صعوبه هذه في الكاس الالعاب العربيه في الفوز على منتخب السودان، فزنا عليه في الثواني الاخيره، يعني منتخب سوداني متواضع جدا، البلد راه في حرب تقريبا، ولينا نفرحوا بالفوز على عمان، تعادل مع عمان والفوز على لبنان، والناس اللي تلعب في لاكوب منهم يلعبوا كل دافريك تالي اي 23. شوف منتخب مصري كيفاش، المنتخب المصري تاع اي 23 تغير وتقول علاش حنا ما عندناش منتخب مالي ايضا. ولا نقول لك بكل صراحه، معليش بكل صراحه، مزيان ما تاهلناش لاكوب دافريك اي 23 هذيك، مستوى عالي بزاف. نقول لك بك نعطي على ما عندناش مستوى عالي، ما نقدرش يكون عندنا. ما عندكش نقول لك وخلي روح عالي على اللي قلت المدربين تاع الفئات الشبانيه. تعرف انت الفئات الشبانيه رضوان، الشبان هذوما لما تجيبوا لهم مدرب راهم يديروا بحوت، يعرفوا شكون هذا المدرب. اذا جبت لهم واحد اللي عنده كاريزما مدرب عنتر يحيى ولا اللاعبين اللي لعبوا يعني يفرحوا به، ولكن لما تجيب لهم مدربين مغمورين يعني مش حتى في القسم الاول ما عندهم لا تاريخ في البطوله في الفريق تاعهم لا في المنتخب الوطني، ما راحش يعملوا هاد اللاعبين هذوما. رضوان شوف نولي لك نكمل في السياق تاع محمد. انا لا دانيير فوا قلت لك علاش ما استفادوش من اللاعبين كيما هادو، دوك نهضروا لوجيك. احنا لاعبين كيما نلعب في البطوله الوطنيه تكومباريني مع عنتر يحيى اللي لعب في بطوله اوروبيه، نحبوا ولا نكره لعب في المانيا وفي فرنسا. شوف يكون عنده خبره، عنده فيكاليك، يشوف امورات اللي ما نشوفهمش حنا. احنا في الجزائر ماشي نقدر نحكم فريق، فهمت؟ نقدر زعما نقرأ نقدر كذا. بصح هو جوار يلعب في لورو يعرف خير منا. لوفيكيو يلعب في، اسمع حنا ما كاش، حنا رضوان حنا فيستير ما عندكش، تروح كاين دوكا دي ستاد في سير تدخل تخاف تخاف. علاش انا لا دينيير فوا ما علي قلت لك نستفادوا منهم هادو زوج اكزومبل. بوكرا جاب بوكرا تحبوا راه دار لي بروف ديالو، مارغريتو اون ايكيب تاع لي لوكو كدا دار فريق، صح الحق النهائي فاز بالبطوله العربيه، كانت عنده اللي
باش نحكوا على اللي داروا لي بريم، انا نحكوا على اللي داروا شنو ما يزيدوا يتحطوا ثاني. انا مدابيا قلتها لك، نضل نقولها لك، نجيبوا دي جوار اللي يلعبوا، اللي عندهم خبره، يلعبوا كوب ديمون. عندهم شوف انت الفريق، شوف انت الان اخر بطوله لفريق شبيبة القبائل، اخر بطوله 2800 موسى صايب. كان موسى صايب عنده حتى ديبلوم؟ اين هو موسى صايب بدون اي ديبلوم؟ اين هو موسى صايب؟ الجزائر لا تستفيد من موسى صايب لحد الان، ورانا نسمعوا بعض الاسماء باش يحكموا في جياسكا اللي اكل عليهم الدهن وشارب. يعني جستوا على جياسكا، جستوا على لا فيديراسيون، جستوا على ليكلوب، جستوا على الدنيا كامل، وما زال حابين زيد نتحكموا. واحد كيما موسى صايب الفيكو تاعو لعب في اوروبا، لعب في توتنهام، لعب في دوبلي في فرنسا مع كيرو، عمل مع مدرب كبير، لعب في فالونس ايضا. حبيت نسقسيك رضوان، هاد اللاعبين هادو اللي يلعبوا اونيفو، علاش مالا؟ علاش نجيبوهم للجزائر باش يستفادوا منهم؟ باسكو عندهم خبره، عاشوا مع مدربين كبار. اسمه كي يجيبهم لهنا هذيك عنده يجيب لك البلوس بيان سير. علاش انا قلت لك هاد اللاعبين لازم يستفادوا منهم؟ تجيب لي كيما قال لك محمد مدرب المغمرون ما عنده جامي راح لافريك، جامي يلعب في لافريك. كيفاش انت كيفاش يكون عنده، كيفاش يكون عندك الخبره، كيفاش يكون عندك اللمسه تاعك، كيفاش تكلم مع اللاعبين، كيفاش تبريباريهم؟ انت ما عادش هذيك الوضعيه هذيك. انا رايح بيتعاودوا لي علي بسؤال اخر، يعني البعض يقول اللي انت تقول منذ قليل قلت اللاعبين هما اللي يديروا لونترينمون، في نفس الوقت حنا نقولوا علاش ما نجيبوش هاد الجوار لي زونترينور لي زونسيان جوار ولا لي فوتبالور اللي عندهم لو فيكو كيما قال امين ومحمد اللي يقدروا يجيبوك لو بلوس. ولكن البعض الاخر يقول لك المدربين اللي ما نجحوش المغمورين هادو اللي انا نقول عليهم ما عندهمش المستوى، يقول لانه بطولتكم ضعيفه ولانه ما عندكمش لاعبين في الجزائر. معناتها جيب لهم اونسيان جوار ولا عنده فيكو ولا ما عندوش، جيب له عن طريحية ولا جيب له صيفي ولا جيب له بوكره ولا جيب له اي واحد، ما يقدرش يعطيك لو بلوس لانه فاقد الشيء لا يعطيه. انتم البطوله تاعكم ضعيفه. لو اي واحد ما يقدرش يعطيك لو بلوس لانه فاقد الشيء لا يعطيه. انتم البطوله تاعكم ضعيفه. رضوان شحال يعرف يدريبلي؟ ما لعبش ميليو تيران، ما لعبش كل لعب ميليو تيران يدريبلي كيما راهو. مستحيل. روح باك روح. مستحيل. نبداو كيما تقول انت البطوله تاعك ضعيفه. هادو اللي يلعبوا فوتبول في القمه اللي هم حاسدينهم ويغيروا منهم الناس، هادو كي تجيبهم ماشي باش يدير لك فريق، باش ينظم لك الفوتبول تاعك، باش اورغانيزي لك الفوضى تاعك، ينحي الفوضى وينظم لك في كره القدم، باش تغربل، باش يخرجوا رجال كمدربين كلاعبين. ريح طرونك ريح. لا صح فهمتي. هادو هما اللي لازم يكونوا هاد الناس هادو، فهمتي. تاخذ اي مدرب في العالم وهضرتها وزدت نعاودها لك، غوارديولا بريمير اني تاعو ما دارش ايكيب، قعد سنه ويحوس اللاعبين ويخدمهم لو شيما تاكتيك تاعو، من بعد باش بدا يجوز على الغاشي كاع يديك، فهمتني. كي جاب اللاعبين اللي لازم وحط شخصيته تاعو قايد اللعب تاعو اللي ولا يدي كل شيء، فهمتني. دونك سي لي جوار. انت تتكلم على علاش هم جابوا صغار، ولكن انا نقول كاستيون صغيره بك. هل انت قلت علاش ما يخدموش هادو كاع؟ انا اقول لك ما يخدموش، لا عن طريحية، لا اشيو، لا رحيم، لا 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 لا, لا محمد لحبي يخدم، لا هذا غدوه ما يخدموش. حاكمين علاش السرك هذاك اللي يوريونا خطرت في لي فيلم هذوك تاع جاي من الهي وكذا، حاكمينو هكذا. علاش ما كاش لي فوتبالور؟ هل ديتيان ما فيها فوتبالور مدة سنوات؟ ما كاش. هل فيديراسيون فيها مجموعة فيهم فوتبالور؟ ما كاش. هل اسومبلي جينيرال فيها كالكو فوتبالور اللي دافعوا على الكرة الجزائرية وعلى هاد البلد؟ ما كاش. ديجا كولاج تكنيك ما كاش. ما كاش. ما كاش. القانون يمنع الفيدرالية أن تتأسس لو كان ما يكونش بعد انتخابها عندها شهرين أو ثلاث أشهر، لازم دير كولاج تكنيك. الكولاج تكنيك ما كاش في الفيدرالية. دونك لا ريزون هذه هي. ما تنجمش تافونسي. تحط الأموال. ممكن تدي تيتر. هكذا كود مش عارف أنا اسمه. اللي يسمع وري لي واحد اللي كان مأمن راح يدي كوب دافريك. ما كاش اللي كان مأمن اللي يقول لك انا وي كنت مأمن. ما كاش. ف
فوتبول هذا هو ربح مع ليكيب تاع الملكي هذيك. من تما بانت لهم والحمد لله اللي نجحوا وداوها سي تو. اسكو لوسما افيك هاد لا كوب دافريك عم عارفوا واش هي ودركا جو سو سير كي فون ريكروتي كلكو جوار يرنفورسيو. اسكو العام الجاي تدي لا تشامبيونز ليغ نشوفوا ان شاء الله. لا كوب دافريك لعب لا كاف لا كاف مام لا كاف اللي ضعيفه على تشامبيونز ليغ اون فافور ولا تديها ونتمنى لهم ان شاء الله يديوها. مي لو فوتبول يا سي رضوان الفوتبول قداو عليه خلاص قداو عليه ولا كما قال سليم مناد سالم في صح اللي قال لك ولا بزنس خلاص من فوق لتحت من فوق لتحت كيولي مدرب يبلاسي الجوار تاعو يحط هو يحب يحطهم في الخارج سي دي شونتاج حرام حرام في دين الاسلام حرام لو شونتاج اللي بير كو دوتر بيشي يروحهم يحطوا دي جوار ويدوا معاهم اموال. انا يقول لك الو شوف الفوتبول سي الفول يتسقم لازم ان جور يديروا رابور ديرو قد هكذا وتعطيه للمسؤولين لا حبيت تنقي وتولي تلعب بارابور لهاد الملاعب بارابور لا غروندور دو سو بي وي ولا بهاد البريكولاج وي تنجم اليوم مادات ريس مع لا كوب دافريك ممكن سي ار بي ممكن سطيف دون ولا لامسيو ممكن كذا مي الناس ما حبش توزن بين لو فوتبول بروفيسيونيل اي لو فوتبول فوضى كاين زوج عم هكذايا الناس ما حبش تشوف لهذا الشيء هذا ولهذا الله يسهل على كل واحد.